هذا عينا خويا بزاف هذا القانون هذا، ما بقاو خلونا الخدمه وما بقاو خلونا الدور وما بقاو خلونا نجيبوا شريان. اش نمشوا نديروا؟ نمشوا للشافر ونمشوا للسارق واش نمشوا نديروا؟ واش اش ما كاين والو ما كاين ما يدير، خلونا خدامين ولا يمشي يخدمونا في شي خدمه. باش ما خدمونا ساعه خدمونا هاي خدمونا حتى حنا الخدمه معاهم، ما مخليناك تدور ما مخليناك تخدم سير شهر ولا موت. شو نموتوا؟ واش عندكم شي خدمه من غير الخدمه؟ ما عندناش، قلت لكم كان البادل هما يدونا الخدمه، حنا نمشيو نخدموا باش ما خدمونا الخدمه معاهم باش بغاوهم في اي حاجه كانت. المهم ما الشفره ما الشفروش في اي حاجه نخدموا في اي لعبه، بغاو الارض الحفروه الحفروه الارض الحفروه ندوزوا مع طرونشيات الحفروه ونخدموا صافي الخدمه. المهم هما قال لك ما تخدمش واش زعما نمشيو نشفروا. خويا هاد الحرفه كنترزقوا من الله، وكاين الناس بزاف كيترزقوا من الله، بلاد عيانه كيلقطوا منا الخبز كيلقطوا منا الربيع، الدراري كيتريو ما كاينش شي بديل. كنمشيو لحرافي عطاهم الله، كنمشيو لشي حرفه اخرى، ولكن ما كاينش اللي كتقبل علينا الا هذه. هذه كتكون سهله مهله كتربط كتزيد حرفتك، ولكن الناس ما بقاوش خلونا نترزقوا الله. الا كاين شي بديل يديروه معنا، الا كاين شي حد وكل نهار ورزقه، كاين نهار كيجيب الله القليل ما قدرش نحكم لك، كل نهار والرزق ديالو. المهم بنادم كيترزق الله وكنعيشوا منا الوليدات وهذا الشيء اللي كاين. دابا كيقول واحد المثل، دابا الناس اللي كيشفر اللي كيتشفر من عندي انا خصو من عندي انا بعدا كنقول له خصو يمشي للحبس دير، انه ولا كيشفر الشفار راه ضروري عاد يقبض. كاينين كاميرات في المدينه، كاين عادي يقبض عادي يقبض، ولكن هاد الناس هادو كيترزقوا على الله، كيجيبوا البيوتي كيجيبوا الميكا كيجيبوا خبيز كنصيفطوا للبلاد بزاف. المهم كيترزقوا الله، كاينين وليدات كيديروا كاع حرفات اخرين بزاف، ولكن الحرفه الدائمه هي هادي. كلهم بعائلات ديالهم، بغينا شي بديل شي موتور شي حاجه نخدموا عليه ماشي مشكل، يعني ويدوا الكروسه يحيدوا علينا، حنا ما بغيناهاش ليت، ولكن عطونا باش نخدم شي موتور ولا شي حاجه مهم باش يخلونا حنا يدوا لنا كاروسات اون برا ما يمكن. كاين الدراري بشدوا ديال لهم كرارس بزاف، الدراري شدوا بزاف كيقول لهم هذه البلاصه هذه ما تمشوا ليهاش، المهم الدراري كيتسلطوا صافي في المدينه من زنقه لزنقه. واخويا شنقول لك المخزن ما كاين ما تدير معاه، ما قلت لك كيشدوا الكاروسه كيديها وصافي كتزيد في حالاته. كنطلبوا من سيدنا الله ينصرو طول لنا في عمره يدير لنا شي حل، يعطينا شي مواطر ولا يعطينا شي حاجه وحنا مرحبا اللي داروها مرحبا. ما هو يعطونا علاش خدموا علاش ترزقوا الله، راه كاينين الوليدات وكاين الناس عندهم عائلات بزاف فهاد الشيء اللي كاين. اخويا شنقول لك كاينين دراري بزاف كيهضروا على هاد الشيء بلا عذاب كيهضروا على هاد الشيء، ولكن باقي ما سمعنا والو. كنسمعوها هنا كاين شدان اللي كاين شدان عندك يقبضوك هنا عندك، كنضلوا نتسلطوا كنجيو ميتين بالخلعه في العشيه. ورسالتي اخويا كنوجهها لصاحب الجلاله الله ينصرو يطول لنا في عمره يدير لنا شي حل، يعطينا شي مواطر يعطينا شي حاجه. المهم حنا راه حنا مكرفسين باش الا شدوا لنا الكروسه غنصبحوا حنا ما كاينش ما ناكلوا، حنا بعدا ما كاينش ما نصرفوا. هذا خلي الوليدات وخلي العائله والبيمات، هاد الحرفه كياكلوا منا كل شيء، بايم ودراري وحنا كل شيء عايش منه. الا جاب الله حبسونا عليها المهم ما بانش ليا شي بديل اخر، ما كاينش كاع شي حل اللي بان ليا والو، اذا سير تموت وصافي.